الله الرحمن الرحيم على كل حال لاحظت في الفيسبوك مده يومين ولا ثلاث ايام هذه الحمله الشرسه ضدي ضد شركه هونداي اللي في تيرت كان مثل يقول كل ذي نعمه محسود احنا في تيمسي سي في تيرت نقوم بتركيب قطع الغيار في السيارة ديروا المونتاج دي, دي كيت واللي كيت هذو راهي مصدق عليهم وزارة الصناعة هاي هنا ونطبقوا الكاي تشارج باش يقول الكاي تشارج اللي مضى عليه في وزاره الصناعه ومضى عليه في الوزاره الاولى هذا الكاي تشارج اللي عندنا ماشي اللي درتوا ولا داروا واحد اخر هذا هذا كاي المتعامل المتعاملين كاع الاقتصاديين اللي يركبوا السيارات واللي يصنعوا السيارات عندهم كاي تشارج عندنا كاع كاي عندنا مقرر تقني تاع وزاره الصناعه نابليكو فيه بالحرف وثلاث سنين باش يحقوا 15% لكن احنا سبقنا الاحداث انا درت مصنع في الغايه تاع لي بلاكات دو فران ها هوك بعث لكوريا باش يدير لنا الهومولوغاسيون تاعو كان واحد مستثمر واحد اخر او في واد سمار داسني مع رونو جبنا لي بروتوتيب تاعو بعثنا من كوريا على بالك باش يوتوريزوك تدير تركب حاجه في سيارة في العلامه تاعهم لازم حتى يدير لك الهومولوغاسيون تاعها حنا بدينا تدريجيا وسبقنا الاحداث تما تي سبق الاحداث والشيء الغريب اللي استغربوا يقولك لك كيفاش المصنع هذا طلع في خمس شهور نجاوبهم انا انا نجاوبهم بكل جديه وبكل صراحه والعمال يشهدوا كانت 27 شركه جزائريه تخدم في المصنع هذا في الـ في, في هذا وزوج شركات صينيين والشركه الكوريه كان يفورمي هنايا وقعد معاني موطي في الماشين تاعو باش يكون على بالهم باش المواطن يعرف واش راه كاين هونداي عندها أسماء في السوق ما عندهاش رخامه في لامال ما عندهاش قاره تاع في لامال ما عندهمش شركة هونداي بيراميد هونداي في بلاده سيتم بيراميد أنا صاحب المجمع لكن في المصنع كان كوريين يمثلوا شركة هونداي في الجزائر هذه اللي ما مش فاهمينها كان كوريين يمثلوا شركة هونداي كان مدير الوحدة كان ديريكتور تاع لا برودكسيون كان ديريكتور تاع لا كاليتي كان ديريكتور تاع لوجيستيك كاين <applause> ديريكتور تاع الريورك اللي السياره كيكون عندهم مشكل صغير ما تخرجش وفي نهايه اليوم كيديروا المونتاج يديروا المونتاج يديروا نيميرو سيري تاع الفيكول ويديروا كلش يبعثوا لكوريا يفاليدي لهم ويسجلوا النيميرو تسيري يسجلوا النيميرو تسيري في كوريا ويفاليدي لهم باش يخرجوها للسوق تطلب وقت وهذه شركه عالميه معروفه هذه ماهيش عملة فريت كسره وديرها في المقله وطيبه تبيع فيها